يمكن من الحاجات الغريبة واللي هيبقى فيها مفارقات أن إسرائيل تطلب مجلس الأمن الدولي يبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل، وده بطلب من إسرائيل. مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم بناء على طلب من إسرائيل التي طلبت منهم إدانة الهجوم الإيراني عليها وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. في المقابل قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة أن العمل العسكري كان ردا على ما أسمته العدوان الإسرائيلي على مقرها الدبلوماسي بدمشق، ويمكن اعتبار الأمر منتهيا. الحقيقة فكرة أن إسرائيل مجرد ما تطلب من مجلس الأمن أن يجتمعوا لإدانة الضربة الإيرانية ويجتمع تقريبا تاني يوم، ما فيش 12 ساعة، ده ما فيش تاني يوم، ده 12 ساعة على الضربة. أكيد محتاجين نعرف أكتر من دكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. أهلا يا فندم، مساء الخير، تحياتي لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. لا مساعدتك السادة المستمعين والمشاهدين بخير. كيف ترى اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الهجوم على إسرائيل اليوم؟ طبعا سيادتك عارفة أنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مجلس الأمن هو صاحب المسؤولية الرئيسة أو الأولى في حفظ السلم والأمن الدولي، خصوصا عن طريق البابين المشهورين، الباب السادس والباب السابع من الميثاق. يعني أنا سمعت حضرتك بتقولي إن في خلال 12 ساعة أو 10 ساعات المجلس هيجتمع بعد طلب إسرائيل. هو ده أمر مش مستغرب، لأن المجلس في حالة انعقاد دائم، يعني كل أعضاء المجلس يجب أن يتواجدوا في مقر المنظمة الدولية. لكن الغريب بقى إن يعني المجلس يعي وظيفته في هذه الحالة، وفي حالات اخرى لانها مع اسرائيل مش ضد اسرائيل، مش فلسطين يعني. وفي حالات اخرى كثيره المجلس بيقعد بياخد له يومين وثلاثه واسبوع لما يعني ينعقد وينظر في الطلب المقدم اليه او المطروح عليه. فكرة أن يأتي الطلب من إسرائيل وأنها تطلب بأن يكون أن يصنف الحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية، حضرتك شايف ممكن تكون الاستجابة لهذا الطلب إزاي؟ أنا أعتقد إن يعني القرار مش هيصدر، لأن ممكن يبقى عليه فيتو من بعض الدول، طبعًا أمريكا طبعًا. لا، أو إنجلترا ولا فرنسا، روسيا ممكن، الصين ممكن، روسيا أو الصين أو الاثنين، واخد بال حضرتك؟ فدي يعني حتى وإن كانت إيران لم تنسق مع روسيا قبل هذه الضربة؟ والله دي طبعًا السياسة ما حدش يقدر يعرف، ممكن تكون نتفقت ممكن ما نستقيتش، انما هي في النهايه يعني مجلس الامن، وهذا لا يخفى على حضرتك ولا على الساده المشاهدين، مجلس الامن اصبح يعني لا يقوم بالدور الواجب، لديه سلطات قويه جدا وكويسه وفقا للباب السادس والباب السابع، لكن دائما قراراته مسيسه قبل القانون. يعني الباب السابع ممكن بيديله تطبيق اجراءات غير عسكريه، قطع المواصلات البريه والبحريه والجويه وطرق الاتصال وقطع العلاقات الدبلوماسيه والعلاقات الاقتصاديه وغيرها، وايضا اجراءات عسكريه، استخدام القوه برا وبحرا وجوا لردع المعتدي واعاده السلم والامن الدولي الى نصابهما. اؤكد لحضرتك انه منذ سنه 45 اللي هو تاريخ انشاء الامم المتحده بعد الحرب العالميه الثانيه، وحتى الان مجلس الامن لم يستخدم هذه السلطات عن طريق مجلس الامن ولو مره واحده، حتى مثلا في لما احتلت العراق يعني الكويت تتذكري حضرتك في سنه 90 اعتقد، المجلس فوض الدول، الولايات المتحده وتحالف معاها من دول اخرى انها تخرج العراق من الكويت، مش هو اللي سيطر وادار يعني المعركه يعني الامور وفقا لما ينص عليه ميثاق دمشق. دكتور حابه استفيد من وجود حضرتك، فكرة الهجمة أو رد الهجمة الإيرانية على إسرائيل، القانون الدولي يصفها إزاي يا فندم؟ هل هي هنا دولة تهاجم دولة أخرى، ولا ده هو رد على ما حدث من إسرائيل تجاه القنصلية الإيرانية؟ التصنيف الدولي والمسمى الدولي لهذا الهجوم بيكون إيه؟ هقول لحضرتك حاجة، خلينا نكون واقعيين. طبعًا دوا هجوم من دولة على دولة ثانية، بدليل إنه الطيارات المسيره
والصواريخ اللي مطلقة من إيران في اتجاه إسرائيل. هذا لا يشك فيه. لكن برضو زي ما قلت حضرتك، ده رد على إيه؟ رد على معاملة بالمثل لإسرائيل هي اللي بدأت قبل ذلك. وكان طبعا أنت عارفة أنه لا يجوز استخدام القوة كوسيلة لفض المنازعات الدولية، إنما الأمور يعني إذا كان في إطار العلاقات السلمية. يعني كيف تعرفي أن مثلا كل دولة ممكن تعامل أخرى بالمثل؟ لو طردت السفير بتاعي بطرد لك السفير بتاعك، لو جمدت الأموال بتاعتي بجمد الأموال على مستوى ردود الدبلوماسية. إذا برضو للإجراءات العسكرية الدول كل واحدة دولة برضو بترد النهاردة، يعني مثلا المجلس السلمية الإيراني زي ما سمعت وإحنا بنرد على إسرائيل. دكتور عندي سؤال أخير هستأذن حضرتك فيه. هل يعني فكرة طلب إسرائيل من مجلس الأمن للانعقاد وإدانة الضربة ووضع الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، هل ده يظهر إسرائيل بمظهر الضعيف بما أنها المفروض تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي لا تحتاج لقرارات سياسية، هي مفروض يكون ردود عسكرية. لا لا يظهر بمظهر ضعيف، إنما أنا أعتقد أن إسرائيل أرادت أن تقوي موقفها. يعني بمعنى إيه؟ لو تاخد مكاسب أكتر، لو صدر قرار من مجلس الأمن في صالحها هيبقى برضه إيه تتفق. لكن برضه خلي بال حضرتك، طب يعني إشمعنى لما ضربوا القنصلية أو السفارة زي ما بيقولوا الإيرانية في دمشق، طب مجلس الأمن ليه ما أدانش؟ صحيح هي لم يدين هذه، ولم يدين. ولا حتى يعني انا كنت بسمع التلفزيون من يومين او امبارح او اول ايران كده في شريط الاخبار بتقول ان احنا صعدنا الموقف. ليه؟ لان مجلس الامن لم يقم بإدانة. صحيح. شكرا لسيادتك. شكرا يا فندم. دكتور احمد ابو الوفا استاذ القانون الدولي جامعه القاهره.